ألفت نظر ليه؟ أنا راجل الحقيقة بتابع، أقدر أقول عن كثب الإعلام الإخواني اللي موجود في تركيا، وأنا أقدر أوصفه بقوة أنه إعلام إخواني حتى لو رموزه مش إخواني التنظيم، يعني ما هماش منظمين، يعني أكيد معتز مطر مش إخوان أكيد يعني، وأكيد محمد نصر مش إخوان، ده أكيد 100%، تمام كده؟ عشان بس نبقى، أنا ضد فكرة تعليق الحاجات على شماعات. اللي بيشتغلوا معاهم ليه بيتكلموا تقريبا بنفس الخطاب، ده امر تاني مش دي مناقشته، لكن فكره المنظومه الاعلاميه بتاعت الاخوان في تركيا وكيفيه حديثها او خطابها الاعلامي. طيب هي خطابها رايح لمين؟ ده اول سؤال. الاجابه رايح الى الطبقات الاقل حظا في هذا المجتمع والطبقه المتوسطه الدنيا فالاعلى. انا من بحكم دراستي للاقتصاد اقدر اقول ان الطبقه المتوسطه في مصر بتتالف تقريبا من حوالي 6 مستويات. كويس، فانت في على الاقل عندك 3 أو 4 مستويات في قاع الطبقه المتوسطه، دول معنيين او بالاصح دول الاعلام الاخواني رايح لهم، زائد الطبقات الاقل حظا والاكثر فقرا. طيب بيعمل ايه؟ لازم يكلمهم على همومهم اليوميه بمعادله او بتوليفه. ايه هي؟ 5% حقائق، 95% كذب وتدليس. كذب وتدليس وكذب وبواح وصراح الحقيقه. ازاي؟ 5% يجي يتكلم معايا على الاسعار اللي عماله بتزيد وده صحيح، على الخدمات الصحيه الغير جيده وده صحيح، مستويات التعليم في مصر السيئه وده صحيح. هو المواطن المصري الغلبان اكتر حاجه تهمه ايه؟ اكله وشربه وتعليم العيال ويعرف يتعالج، فطول الوقت بيتكلم في ده خلاص، ويبدا يحط له بقى فوقها 95% من الكذب والتدليس وحاله الشحن المستمره التي لا تتوقف. طب ازاي يا عم يوسف؟ يجي يقول لك مثلا ايه؟ شايفين الاسعار؟ كيلو السكر ب 10 جنيه. حلو، ده ايام مرسي كان ب 3 جنيه ونص. كيلو السكر ما كانش ب 3 جنيه ونص لحد منتصف 2010، يعني اخر سعر كلمه 3.5 الكيلو السكر دي كانت ايام غير المأسوف عليه محمد حسني مبارك في منتصف 2010، وفضل حالة تزايد سعري نقدر نفهم احيانا سببها ونقدر ما نفهمش احيانا اخرى سببها، حتى وصل الى سعر 10 جنيه. عمره ما كان ايام مرسي، لكن ايه اللي بيحصل؟ انه عاوز يوصل لك انه ايام مرسي كانت الحياة بمبي بمبي. ايام مرسي كانت الحياة بمبي، ده مرسي بسببه الدولار ضرب في ظل ان وقتها كمان الدولة ما عومتش. لو كانت الدولة وقتها او السياسات النقدية بتاعت الدولة خدت قرار تعويم للعملة ايام محمد مرسي كان هيوصل لنفس المستوى بتاعه دلوقتي، واللي هو بالمناسبة متراجع خلال الـ4 الاسابيع الاخار دول تقريبا حوالي 22 قرش يعني. طيب يجي يقول لك مثلا بمناسبة سعر الدولار، يجي يقول لك فين ايام الدولار ايام مرسي؟ ده كان ب7 جنيه و60 قرش، شوف دلوقتي وصل لكام. انت ما عومتش ايام مرسي، ده واحد. اتنين، هو الدولار دلوقتي بينزل فيجي يقول لك ايه؟ ده هم اكيد بيضخوا دولارات جوه السوق علشان يقللوه، لكن اخر السنه، ما هو دي معلومه صح اللي هي ايه؟ ان الدولار بيقل، فهو يجي يقول لك ايه؟ بيضخوا دولارات. هو بيضخوا دولارات لانه بيحاول قدر الامكان ان هو يوفي الاحتياج والاعتمادات الماليه المطلوبه لاجل استيراد الامور الاساسيه او سلع اساسيه نحتاج الى استيرادها، دي معلومه صح، دي ال 5% صح. خش على ال 95% تدليس، اصل هو اخر السنه هيطلع يبقى ب 20، وعلى شهر 3 هيبقى 25، وعلى نص 2018 هيبقى ب 30. طيب لو في حد من حضراتكم بيصدق، انا بقول لك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد، حلو؟ مش هيزيد، كلمة 20 جنيه مش هتحصل، وانا احاسب على هذا الكلام، مش من منطق، انا مش مسؤول عن حاجة، لكن انا كنت الحقيقة طالب شاطر جدا في الاقتصاد جدا يعني، وتخرجت بامتياز. المهم وكملت بعد كده، بس مش ده الموضوع، ومش هيوصل 25، ومش واليوتيوب لا ينسى، ومش هيوصل 30 خالص، وهيفضل ينزل. طب هينزل ليه يا عم يوسف؟ انت في عندك مجموعة حقول بتاعة غاز طبيعي موجودة في المتوسط، بعضها هيبدأ انتاجه في شهر نوفمبر. مسألة بمنتهى البساطة، احنا بنستورد الطاقة، بنستورد الطاقة، جميل. لما هيبدأ الانتاج في نوفمبر ايه اللي هيحصل؟ انه في هذا الانتاج هيوفي جزء من الاحتياج المحلي للطاقة، فالدولارات اللي كنا بنصرفها، لو كنا بنصرف 100 دولار في السنة على استيراد الطاقة هنصرف 80 يا سيدي، فبقى عندي وفر 20 دولار مثلا. إذن هتبقى في عندك وفر في انفاقاتك الدولارية او من العملة الصعبة، وده يساعد اكتر على انه سعر الدولار يقل.
طب كل اللي مطلوب من الحكومه مثلا ايه؟ يا جماعه طالما سعر الدولار بيقل ده معناها انه فاتوره الاستيراد، الفاتوره اللي بندفعها الدولار مثلا لو بقى ب 16 جنيه انا اتوقع انه يمكن على اخر السنه يوصل ل 16 ونص 16.70، اتوقع لكن مش متاكد، اتوقع. في هذه الحال ده معناها ان انا بدفع فلوس بالمصري بقت اقل. كويس، نسبه وتناسب. اذا مطلوب من الحكومه احكام القبضه على مساله القبضه دي، احكامها على ايه؟ على الزيادات السعريه، ضبط السوق، ضبط ما بتهزرش. طيب عايز تشوف الاعلام بتاع الاخوان في تركيا بيشتغل ازاي مثلا في ازمه الورق؟ لما يحصل خطا من الحكومه في التعامل انا اراه خطا فادحا في اللي حصل في موضوع الورق، ويتم تداركه من قبل مؤسسه الرئاسه والهيئه الهندسيه، وزي ما كنت بقول امبارح ملف العشوائيات ماشي فعلا حلو جميل، ولما يبقى رئيس الهيئه الهندسيه يقول يا جماعه الناس اللي عندها عقود و و و و هتستحق التعويض، لكن الناس المخالفه واللي حاطه ايديها ما ينفعش، لازم نمتثل للقانون، ده كلام يعيب في حاجه؟ ما يعيبش. فيطلعوا الناس بتوع اعلام الاخوان في تركيا يقول لك ايه؟ شفتوا؟ هيجي ينزلوا يضربوكوا. هو ما حدش قال ان حد هيضرب حد. هتقول ما حصلتش قبل كده؟ حصلت. تمام. وخطا انا اراه فادحا. تاني والا لو لم يكن فادحا ما تداركته مؤسسه الرئاسه وما ذهبت او ذهب رئيس الهيئه الهندسيه لانهاء هذا الخلاف وانهاء هذا الوضع الملتهب او المحتقن الى اخره. جميل، بس ما فيش حد يزعل من ان احنا نقول في قانون في البلد هيتطبق. الا يوسف يقولوا ايه؟ يا جماعه القانون يتطبق على الكبير قبل الصغير، في هذه الحال اقدر اقول ايوه احنا في دوله القانون. اشغالات بقى بتاعت القرى السياحية اللي موجودة على طريق مصر اسكندرية ومصر اسماعيلية وغيرها، العمارات المخالفة في اسكندرية في القاهرة في اي من 27 محافظة وغيرها، كبار الملاك زي صغار الملاك، كبار المستثمرين زي صغار المستثمرين، الراجل اللي عنده يا عيني قيراطين ارض وبنى عليهم زي الراجل اللي عنده 2000 فدان وبنى عليهم، هذا يحاسب وهذا يحاسب، واحنا قاعدين عمالين في نفس الوقت بنحط ايه؟ حاجة اسمها البعد الاجتماعي في طريقة التعامل. كويس، دي كده الحكومة الشطورة تشتغل على كده بشطارة. قال لك شفتوا جزئة الورقة هتتباع، هتتباع لمين؟ قول لي. قال لك هتتباع للإمارات. كذب، كذب بمعنى كلمة كذب. وبيروحوا مطلعين بتاع رسوم إنشائية أو مش رسوم إنشائية، حتى بعض اللوحات بتاعة تطوير جزيرة الوراق تحديدا، وقال لك بصوا دي الشركة الإماراتي اللي اسمها كذا 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 اللي هتعمل ده في جزيرة الوراق. أي حد خد ب 15 قرش تعليم، أي حد، او ربنا مثلا كان عايزه يخش كليه الهندسه ودخل بص على سلايدز اللي كانت بتتعرض على قنوات الاخوان في تركيا وشاف الشركه اللي عامله مخطط تطوير الوراق، دي شركه انجليزي مالهاش علاقه بالامارات. جميل، والمخطط قديم، لا السنه دي ولا اللي قبلها ولا يعني ولا 17 ولا 16 ولا 15 ولا 14، ده بالمره، ده بس عشان ازيدك من الشعر بيت. وتخش على موقع الشركة عادي جدا على الانترنت وهتلاقي الرسومات او الرسم، الرسومات التخطيطية والتوضيحية موجودة. ماشي، طيب هتعيد تخطيط جزيرة الوراق؟ اه. بما يكفل حق الناس؟ اه. وهنخليها مكان كويس ولطيف وظريف؟ اه. يكفل شكل وحق آدمي للساكنين؟ اه. وعند نقل الساكنين او بعض من الساكنين الى اماكن اخرى هنوفر لهم وحدات؟ اه. طب وهتبقى قريبه او هنوفر لهم هناك المدارس والمستشفيات ومقرات للاعمال الى ايه اللي زعل؟ فيبقى الكذب بانه ده احنا هنبيع جزيره الوراق. وخلط العاطل بالباطل، فخلط قضيه تيران وصنافير مع موضوع الوراق ده شيء وده شيء، والمذيع لم يتنازل عن افكاره بالمناسبه، لكن مش ده الموضوع. فبس اللي انا عايز اوضحه للساده المشاهدين والسيدات المشاهدات العزيزات على العين وعلى الراس، عايز تتفرج على اي قناه ده حقك 100% 100%، بس فرق ما بين ايه اللي بيتقال صح واللي بيتقال تدليس بغرض فيما بعد ذلك الشحن او حشد لا قدر الله ايا كان. انا بقول لك اهو هم بيقولوا فعلا 5% حقائق وكذب بنسبه 95%. طب اضرب لك مثل، الزميل معتز مطر في برنامجه اللي اقدر اقول انه برنامج شهير ولا انكر ذلك على الاطلاق. في ثلاث حاجات تفيد بانه لا يقرا السكريبت ولا يعلم محتواه. مره كان جايب فيديوهات لوزير التنميه المصريه
في مصر يعني، وقال لك تعالوا بقى لما نشوف وزير التنمية اللي في مصر بتاع الانقلاب ده على حد تعبيره طلع لنا بإيه هو كمان، ولا هو راخر حاجة كده يعني. طلع الوزير بيتكلم على انه بيتكلم على الاسعار وبيتكلم على مستويات التعليم وبيتكلم على الصحيه وانه ده مش صح وانه ده غلط وانه المفروض. فالراجل قال كلام لطيف جدا. خلص الفيديو معتز، قال لك شايف الراجل المحترم بعد ما كان الاول سنن سنانه عليه قبل ما يشوف الفيديو، فعلى ما يبدو لا يراجع سكريبته. مش دي القصه. الواقعه اللي بعدها كانت على اظن رامي رضوان امبارح. قال لك ورامي رضوان بقى ايام محمد مرسي عمل ايه في موضوع القطر. تعالوا بقى لما نشوف رامي قال ايه في موضوع القطر ونشوفه دلوقتي. فرامي رضوان الحقيقه ايام موضوع القطر بتاع محمد مرسي واللي راح ضحيه هذا الحادث حوالي 126 مصري رحمه الله عليهم جميعا، اتكلم الحقيقه قال يا فخامه الرئيس حصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل. ورامي الحقيقه كالعاده شخص هادئ جدا ونيرفه هادي وبيقعد يستخدم مصطلحات في منتهى التهذيب ومنتهى الهدوء كما جرت العاده. رامي انا بقول ده واحنا ما بنشتغلش مع بعض لكنه صديق يعني، وبقول الحقيقه ده شخصيته وتركيبته كده. انا شخص انفعالي في احوال كتير. وكانه معتز فوجئ بانه رامي لم يتلفظ، لم يهاجم، لم يتهور، ما تعصبش، ما صوته حتى معليش في الحلقه اللي كان بيقدمها وكانت على اون وقتها بالمناسبه في برنامجه الصباحي. طب تعالوا نشوف بقى بيقول ايه دلوقتي. فخطاب رامي على حادثه القطار الاسكندريه بتاع عزبه خرشد تقريبا نفس الكلام، ودعا للموتى باحتسابهم شهداء رحمه الله عليهم جميعا، وتمنياته للمصابين بانه يا ربنا سبحانه وتعالى يشفيهم ويتعافوا ويعودوا الى اهلهم سالمين. فما فيش حاجه. طيب هل تثق عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده في برامج لا تعلم حتى محتوى البرنامج؟ يعني هل تثق في إعلام لا يعلم محتوى البرنامج؟ هل تثق في إعلامي لا يعلم محتوى البرنامج؟ أنا هنا أنأى بنفسي عن السب والشتم واستخدام المصطلحات والإيماءات وما إلى ذلك. عيب عيب. طيب عشان كده أنا ما شتمتش الراجل، يعني بقول لكم أدي اللي حاصل. أنت يا باشا ما شفتش الفيديو، ما تعرفش هو جواه إيه. أنت بيجي لك في الإيربيس خش بقى على رامي رضوان، خش بقى على وزير التنمية. واكتر حاجه سائتني انه اتفق واختلف مع الاستاذ مكرم محمد احمد كيفما شئت، بس لو انت مش معتبر انه مكرم محمد احمد مع حفظ الالقاب، وده بعيدا عن منصبه الحالي بالمناسبه، ده حاجه مهمه جدا، وانا بعيد عن الحديث عن انه علاقتي بالاستاذ مكرم علاقه شخصيه جدا واسريه وعائليه، وكان واحد من اقرب اصدقاء ابويا رحمه الله عليه يعني، وكانوا يختلفوا تقريبا على طرفي النقيض فيما يتعلق بالحكم ايام مبارك كويس. لكن هل تستطيع انك تختلف على انه استاذ مكرم تاريخ، استاذ مكرم واحد من شيوخ الصحافه المصريه والعربيه، استاذ مكرم له الكثير والكثير من المقالات اللي تدرس، استاذ مكرم له الكثير والكثير من الخبطات ولازم ترجع تاني لمقالات الاستاذ مكرم وتغطيته لحرب اليمن في ستينيات القرن العشرين لو تتذكر بس، او لو كنت تحب القراءه ان اردت يعني. ولو انت مش بتفكر في كل ده لازم تحافظ على فارق السن والشيبة والشعر الابيض بتاعت الاستاذ مكرم، فلا يليق ولا يصح ان تهمز وتلمز وتومئ باحط الايماءات على حوار الاستاذ مكرم مع الزميل العزيز استاذ خير رمضان. ده اللي عمله الزميل الاستاذ معتز مطر امبارح في برنامجه. كان ايه الهدف؟ انتقد يا سيد معتز ماشي كيفما شئت كويس، انتقد كيفما شئت يعني مش دي القصة. انتقد استاذ مكرم ان اردت، انتقد اداؤه، انتقد يا سيدي اقعد حلل مقالاته من منطق نقدي، انتقد مواقفه السياسية ان اردت، انت حر. لكن ان تهمز وتلمز وتومئ ايماءات شديدة الانحطاط ليه يا راجل يا متربي، يا راجل يا كبير يعني. اظن معتز تخطى الاربعين، العقل حلو، العقل زينه يا عم معتز، ولا انت شايف ايه؟ عمرو دياب يغني لدينا زي ما هو عايز لو كان بيغني لدينا. معتز والله العظيم نصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى، واكيد عمرنا لا هنبقى اصدقاء ولا هنتقابل في حته الا بمحض الصدفه. ومش بس اختلف، لكن ارى انه ما يفعله هو خيانه حقيقيه لاجل او خيانه تجاه وطن
تعداء قوام أبنائه 100 مليون بني آدم يريد أن يلقيهم في الجحيم حتى يعني يرضي التنظيم الذي يمول ويدفع له هذا الراتب الذي لا أعلمه ولا أدعي أن أنا أعلم هذا الراتب، لكن هي نصيحة في مساحة كده من الاحترام بس عشان الشيبة عم معتز.